يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه. النهارده طبعا ليله السعوديه وتونس، كل التوفيق لاشقائنا في المونديال. مواجهتين حاسمتين، وان كانت تونس طبعا بعد انتهاء الشوط الاول ما زالت واقفه على رجلها ومقدمه عرض محترم جدا قدام فرنسا، وفي انتظار السعوديه بالليل في مواجهه المكسيك. لكن بما انه حلقه النهارده جزء منها كبير طبعا كاس عالم، وجزء منها يهمنا طبعا كلام على الاهلي وطلائع الجيش، خلينا نركن الكرة على جنب ونروح لخبر الحقيقة أسعد كل الأهلوية النهاردة طبعا، الإعلان عن تاني رعاة النادي الأهلي للموسم الحالي، المؤتمر اللي جمع بين الأهلي وبنك أبو ظبي الأول فاب مصر. زي ما حضراتكم شايفين شراكة جديدة وخطوة كبيرة الحقيقة وعملاقة بين براندين وكيانين واسمين هما الأكبر، سواء كنا بنتكلم على القطاع الرياضي الأهلي زعيم وعملاق الرياضة في مصر وفي الشرق الأوسط، وبنك أبو ظبي الأول مصر واحد من أكبر البنوك، واحد من أكبر أربع بنوك على مستوى مصر هنا، واحد من أكبر البنوك طبعا على مستوى الشرق الأوسط. شراكة جديدة بالتأكيد هيكون ترجمتها على أرض الواقع منافع مشتركة وفوائد مشتركة للطرفين، خطوة جديدة ونجاح جديد بتحققه إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع بنك أبو ظبي الأول كأحد الرعاة الأساسيين للأهلي في المواسم اللي جاية. قبل المؤتمر ما يبدأ وقبل ما الفعاليات يعني، ونسمع كلمة كابتن محمود الخطيب ونسمع كلمة السيد محمد فايز رئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي مصر، أنا الحقيقة كان ليا شرف إن أنا قابلت يعني قيادات بنك ابو ظبي، وقعدنا يمكن قبل حتى المؤتمر ما يبدا في حوالي ساعه كنا بنتكلم الحقيقه على الشراكه. الناس الحقيقه الفكره زي ما قلت لكم برضو وزي ما حصل في التوقيع مع اتصالات مصر، الفكره مش فكره دعايه واعلان، مش فكره سبونسر بيدفع فلوس عشان يتحط البراند بتاعه على تيشرت النادي الاهلي او في ملعب النادي الاهلي، لكنها شراكه. الناس الحقيقه كانت في منتهى السعاده وهي شايفه اسم فاب مصر بيقترن باسم عملاق الرياضة في مصر وفي أفريقيا بالنادي الأهلي، وده يمكن كان واضح بشكل كبير جدا في الكلمة اللي ألقاها كابتن محمود الخطيب والكلمة اللي ألقاها السيد محمد فايز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك فاب مصر، في أن الشراكة دي بتتعدى بكتير جدا فكرة الدعاية والإعلان، فكرة الدعم المالي للنادي الأهلي، لكن هم شايفين شراكة هتقدر تاخد الاسمين لمكان أعلى ومرتبة أعلى بإذن الله في الأيام اللي جاية. خطوة تانية عملاقة وليست الأخيرة، وبالتأكيد في انتظار مزيد من الارتباطات بالنسبة لاسم النادي الأهلي مع الكيانات العملاقة، وده طبيعي لأنه الأهلي نادي وكيان عملاق، وبالتالي حينما يبحث عن شراكة حينما يبحث عن رعاية لابد أنها تكون مع كيانات كبيرة وكيانات عملاقة طبعا في مجالها. هتكلم مع حضراتكم عن المؤتمر النهاردة وتفاصيله، وهتكلم طبعا عن كاس العالم، بس قبل ما نبدا حلقتنا ونروح للتفاصيل تعالوا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. مونديال شعاره لغايه اللحظه ان كل الكبار بيعانوا، يعني بما فيهم حتى منتخب البرازيل اللي عانى بشكل كبير جدا حتى رغم الفوز على سويسرا، لكنه عانى الحقيقه امام منتخب يعني حديث العهد مش متوقع انه يقف قدام البرازيل والسامبا البرازيليه. المانيا تعاني، الارجنتين تعاني، هل يختلف الامر اذا ما تاهلت المنتخبات دي لدور ال 16؟ خصوصا احنا بنتكلم على منتخبات مرشحه. المانيا من خلال ماتشين ما قدرتش تحقق غير نقطه وحيده، نقطه يتيمه، واحد من المنتخبات المرشحه لتحقيق اللقب، خساره امام اليابان مفاجاه طبعا، وتعادل مع اسبانيا، ولم يبقى لها من امال الا التغلب على كوستاريكا. معانا واحد من نجوم المنتخب الالماني، كان نجم طبعا في بايرن ميونخ، كان نجم في شتوتغارت، كان نجم في روما الايطالي، ونجم من نجوم المانيا المانشافت لما كان المانشافت بطل العالم نسخه 90 طبعا اللي فاز بيها او توج بيها منتخب المانيا على حساب الارجنتين في النهائي التاريخي. ما ننساش 90 لانه البطوله دي طبعا ليها عند المصريين ذكريات خاصه، ومن كتيبه الالمان اللي شاركوا في تحقيق لقب البطوله معنا توماس بيرت هولد، طبعا نجم بايرن ميونخ وروما ومنتخب المانيا السابق، ضيف علينا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. واحد برحب بيك طبعا وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. Good evening everybody. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. يعني بداية كده وقبل الدخول في التفاصيل خليني أسألك، إزاي بتشوف أداء المنتخب الألماني تحت قيادة هانس فليك في كأس العالم؟ هل بتشوفه ضعيف؟ هل بتشوفه جيد؟ هل بتشوفه
ممتاز وان كنت استبعد طبعا النتيجه الثالثه، بس لازم اطرح عليك السؤال اعرف رايك بدايه. Okay, so I was visiting the first match in Doha. أنا لم أشاهد المباراة الأولى في الدوحة. أنا لم أشاهده من التلفاز ولكني شاهدته من الملعب. كان الأداء ضعيفا. نعم، كان الأداء ضعيفا جدا في هذه المباراة. وأعتقد أن في الشوط الثاني اليابان تفوقت واستطاعت أن تحرز الفوز. دايما المنتخب الألماني قبل بطولة كأس العالم بصرف النظر عن حالته وبصرف النظر عن نتائجه ما قبل البطولة واحد من المنتخبات الكبيرة وواحد دايما من المنتخبات المرشحة. الأداء الضعيف اللي ظهر أو الشكل الضعيف اللي ظهر عليه المنتخب الألماني سببه إيه من وجهة نظرك؟ هل هي يتحقق أو النتيجة دي أو الحالة دي يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل هانس فليك مدرب المنتخب الألماني، ولا شايف إنها تراجع من مستوى اللاعبين أو عدم وجود نجوم بقيمة المنتخب الألماني في الجيل الحالي؟ انظر، لدينا مباراة حاسمة غدا. نعم، أدينا بشكل جيد أمام إسبانيا واستطعنا أن نعوض الهدف الذي استقبلناه، ولكن يجب علينا أن نحسن من أدائنا ويجب علينا أن نحسن من سرعة الأداء أمام كوستاريكا. يجب على اللاعبين أن يكون لديهم الحافز. إذا لم تفعل هذا فلن يكون لديك الفرص لإحراز المزيد من الأهداف لتفوز بالمباراة. يعني كوستاريكا تبدو أنها الحلقة الأسهل أو الحلقة الأضعف في المجموعة، وبالتالي الحسابات المنطقية بتقول انه فرص المنتخب الالماني اكبر بكتير جدا، وخصوصا انه ما قدموش حل غير المكسب. لكن السؤال هنا، حتى وان تاهل المنتخب الالماني للدور ال 16، هل بتشوف انه في فرصه حقيقيه قدام المانيا انها تحقق او توصل للقب كاس العالم؟ في البداية ألمانيا يجب عليهم أن يتواضعوا في التعامل مع الفرق الصغيرة، يجب عليهم أن يظهروا بعض التواضع، لا يجب عليك أن تتعالى على الفرق الأصغر. كوستاريكا ستدافع وكوستاريكا ستحاول أن تلعب على الهجمة المرتدة. الأمر ليس كما لعبنا ضد إسبانيا، كان رتم اللعب سريعا جدا أمام إسبانيا وكان صعبا على المنتخب الألماني، ولكن الأمر الآن مختلف. وبمناسبة كأس العالم الحالي، أعتقد أن ألمانيا ستكون أحد الفريقين. ألمانيا لن تكون أحد الفريقين المتأهلين للنهائي، أعتقد أن المتأهلين للنهائي سيكون فرنسا والبرازيل. أعتقد أن هذا سيكون صعبا على ألمانيا. يعني خليني أسألك، وبما أن احنا رايحين لمباراة كوستاريكا المهمة جدا والحاسمة بالنسبة للمنتخب الألماني، هل الأمر يستدعي على هانس فليك أنه يفكر في تغيير طريقة لعبه؟ هل شايف أنه في بعض العناصر لابد أنها تظهر، أنا بتكلم على مستوى التشكيل، يعني تظهر في مباراة كوستاريكا الحل الأمثل عشان يسرع، يقدر هانس فليك أنه يسرع من إيقاع اللعب في مباراة كوستاريكا؟ أعتقد أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيل. في بداية أعتقد أنه يجب عليه أن يلعب بمهاجم ثاني ولا يلعب بمهاجم واحد فقط. أعتقد اعتمادا على القوة الجسدية للمنتخب الألماني، أعتقد أن ساني سيكون خيارا جيدا ضد كوستاريكا. بمناسبة كلامك عن الطرفين الأقوى للتأهل للمباراة النهائية البرازيل وفرنسا، يورجن كلينسمان طبعا نجم منتخب ألمانيا السابق قال لي نفس التصريح أو متفق معاك في نفس الفكرة، أنه صعب جدا على الجيل ده تحت قيادة هانس فليك أنه يوصل للتتويج بلقب كأس العالم. يهمني أعرف يعني إذا كان الألمان نفسهم، وأعتقد الاتحاد الألماني في مناسبة سحب لقب المانشافت من منتخب الألماني، شايف ده انعكاسه إيه وسببه إيه؟ على الرغم من إنه المنتخب بيضم عدد كبير جدا من الأسماء المهمة،
سواء اللي بتلعب في المانيا في انديه كبيره زي بايرن ميونخ او بروسيا دورتموند، او حتى اللي بتلعب خارج المانيا زي مثلا روديجر في الدوري الانجليزي وغيره من اللاعبين، يعني القصه فين من وجهه نظرك؟ أعتقد أن سبب هذا إقامة كأس العالم السابقة في روسيا. كان الأمر صعبا وأداء سيئا من المنتخب الألماني، ولم وكان حل هذا الأمر أن تعمل حتى كأس العالم الحالي على إصلاح العديد من العيوب، وهذا لم يحدث. إذا نظرت فستجد أنه كان يوجد الكثير من العيوب في خط الدفاع وخط المنتصف. لم نعمل على تحسين هذا، لم يكن لدينا المهاجم الحقيقي لمنتخب ألمانيا الذي يناسب بطولة كأس العالم. هذا يحدث أحيانا. يمكن ده مرتبط شوية بالبطولة، يعني ألمانيا طبعا على مدار تاريخها كله قدمت أسماء كبيرة جدا، يمكن الهداف التاريخي للمونديال لبطولة كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزي، وقبله طبعا يورجن كلينسمان، وقبله رودي فولر، وفي معاهم أوليفر بيرهوف. دايما المركز المهاجم الألماني المنتخب الألماني دايما بيبقى على مستوى عالي جدا. لو بصينا للمواسم الأخيرة هنجد أنه أهم المهاجمين اللي بيلعبوا في بوندسليغا مش ألمان، كان ليفاندوفسكي في فترة طويلة جدا مع البايرن، كان إيرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند، وحاليا مفيش مهاجم ألماني ممكن يكون لافت للنظر على الساحة بشكل كبير، اللهم ممكن إذا اعتبرنا مثلا مولر في الوقت الحالي. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ وليه تراجعت الكرة الألمانية عن إفراز مهاجم يليق بقوة المنتخب الألماني؟ May I ask ask you a favor, please? Please do not ask me simultaneously in your language and in English. Maybe first the host can speak in your natural language, and then عندي بعض ال عندي بعض ال 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 التخبط بخصوص اللغة. من فضلك يعني أن تعيد السؤال مرة أخرى. السؤال أنه على مدار أجيال كتير جدا كان المنتخب الألماني بيتمتع برؤوس حربة، بما أنك بتكلم على المهاجم الصريح يعني على أعلى مستوى، وذكرت على سبيل المثال ميروسلاف كلوزي، ذكرت رودي فولر، يورجن كلينزمان، بيرهوف وغيرهم من الأسماء. طبعا في الفترة الأخيرة ما بقاش فيه المهاجم اللي على نفس المستوى. الدوري الألماني حتى الأسماء اللي كانت بارزة فيه جدا أحدهم بولندي وهو ليفاندوفسكي، وأحدهما نرويجي وهو إيرلينغ هالاند. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ نعم، أنت ذكرت هذا كان من قبل، كان لدينا ميروسلاف كلوزا، ولكن هذا الأمر 12 15 16 years ago. هذا الامر كان منذ اكثر من 20 عاما. اعتقد ان الاتحاد الالماني الان يطور الكثير من البرامج الخاصه بتاهيل اللاعبين، وبدون ان نلاحظ قد وجدنا ان كره القدم تتطور حولنا ولدى جميع المنتخبات الكثير من الخيارات، وهذه الخيارات هي توفير فرص للتهديف بأن تصنع مهاجما مناسبا لمنتخب بلدك، كما الحال في بولندا مع ليفاندوفسكي. هو مهاجم يستغل جميع المساحات عكس ما لدينا الآن. الأمر الآن ليس فقط مشكلة ألمانيا، وإنما مشكلة أوروبية على مستوى معظم المنتخبات الكبيرة، بسبب تواجد الكثير من اللاعبين الأجانب في أوروبا. أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. يعني بمناسبة الماتش اللي جاي، المباراة اللي هتجمع بين ألمانيا وكوستاريكا، هي مباراة هتدخل للتاريخ من باب تاني ملوش علاقة بالمنتخبين، ولكنها هتكون للمرة الأولى في تاريخ المونديال اللي تدير المباراة حكمة دولية هي الفرنسية طبعا ستيفاني فريبار. رأيك أو تعليقك على مشاركة حكمة أو قيادة حكمة لأول مرة في بطولة كأس العالم في مباراة ألمانيا وكوستاريكا؟ Can you please repeat in English the question, because I told you to not talk simultaneously. What do you think? Because I cannot understand the question.
أعتقد أن هذا قرار الفيفا، وأعتقد أن أنا أؤمن تماما أن المرأة تستطيع أن تمثل في هذه مثل هذه المحافل. إذا ما نجح المنتخب الألماني في تجاوز عقبة كوستاريكا، يعني إن كانت عقبة يعني، وتأهل الدور ال 16، هل من الممكن أنك تراهن على طفرة في مستوى المنتخب الألماني؟ هل ممكن تراهن أنه مع بداية مرحلة النوك أوتس أو المرحلة الإقصائية أن المنتخب الألماني يظهر بشكل مختلف عن دور المجموعات؟ Can you please repeat because you did talk again simultaneously? I couldn't understand the question. Do you think that Germany will do better performance after the group stage if they qualified? I don't think what will gonna happen after the لا أعرف ماذا سيحدث، ولكني أعتقد أن في البداية يجب عليهم أن يفوزوا على كوستاريكا. هذا هو ما أعرفه. يجب عليهم أن يؤدوا ولا يتمنوا فقط أن يتأهلوا لدور الستة عشر، يجب عليهم أن يفوزوا أولا. يمكن أنت كنت من الأفراد الجيل المنتخب الألماني اللي حققوا لقب البطولة. أهم نصيحة يعني من واقع تجربتك طبعا وتحقيقك اللقب على حساب الأرجنتين في بطولة إيطاليا 90، إيه أهم العوامل اللي أدت لنجاح المنتخب الألماني في التتويج بلقب كأس العالم، وإيه النصيحة اللي ممكن تكون بتوجهها للجيل الحالي في المنتخب الألماني؟ Look, what kind of advice should I give to the national team? I mean, if you are لا أعرف نوع النصيحة بالتحديد، ولكن إذا كان عليك أن تفوز، إذا كان عليك أن تستمر وتريد أن تستمر في البطولة، يجب عليك أن تبقى على آمالك في التأهل. يجب عليك أن تركز، يجب عليك أن تطور من أدائك، يجب عليك أن تستغل كل الفرص. لا يجب عليك أن ترتكب العديد من الأخطاء، يجب عليك ألا ترتكب أخطاء كما فعلت في المباراتين السابقتين. لهذا السبب قلت لك من قبل، يجب على ألمانيا أن تحسن من الأداء والسرعة والقوة في المباراة القادمة، تقييمك خصوصا إذا كنت تلعب أمام فرق كبيرة كإسبانيا، فالفريق يدافع جيدا، ولكن كوستاريكا ستدافع اقوى في المباراه القادمه. تقييمك عموما لتجربه هانس فليك مع المنتخب الالماني، هل بتشوف انها تجربه ناجحه تستحق انها تستمر، يستحق شيء من الصبر؟ ولا انا عارف طبعا الالمان بيتمسكوا وما بيحاسبوش بالقطع، بس ازاي بتشوف تجربه هانس فليك في قياده المنتخب الالماني؟ This is a good question. حسنا هذا سؤال جيد. I have no clue. I mean, it would be ليس لدي فكرة محددة، ولكن في أسوأ الأحوال وفي أسوأ السيناريوهات أعتقد أن ألمانيا second time after Russia. ألمانيا لن This is, I mean, it's not about me to decide that. هذا الأمر ليس خاصا بي، هذا الأمر خاص بالاتحاد الألماني، أعتقد هم من عليهم أن يقرروا. لكن أنت بالتأكيد كونت وجهة نظر، يعني أنت بالتأكيد ليك رأي في التجربة. What is your point of view, your own point of view? Can you repeat in English, please, the question? What is your own? Pardon? So far, I understood he will continue because in two years. أن عليه أن يكمل. فخلال سنتين ألمانيا ستستضيف اليورو، يجب عليها أن يكمل ما بدأه. ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، الأمر يعتمد كله يعتمد على مباراة كوستاريكا من وجهة نظري. إزاي إجمالا شفت البطولة لغاية اللحظة؟ وخصوصا انه في كتير من النتائج المفاجاه، يمكن كانت واحده منهم طبعا فوز اليابان على المانيا، السعوديه على الارجنتين، تونس المتقدمه حتى اللحظه على فرنسا بنتيجه 1-0. ازاي شفت تقييمك للبطوله وتقييمك ايضا لقدره قطر على تنظيم بطوله كاس العالم؟ Look,
as I told you before, right now there are not no الآن surprises. لا يوجد بالنسبة لي من وجهة نظري لا يوجد الكثير من المفاجآت بالنسبة لأداء المنتخبات، ولكن بالنسبة لتنظيم قطر لكأس العالم الأمر كان رائعا. لقد نظموا كأس العالم بكأس العالم بشكل رائع، يوجد الكثير من الاحتفالات للجماهير في كل مكان. وبالنسبة لأداء الفرق لم أتابع بعض المنتخبات في السابق، فبالتالي الآن الضغط الذي على الفريق بالنسبة لأداء الفريق القطري، الضغط عليهم كان كبيرا ليمثلوا بلدهم، يجب عليهم أن يتطوروا، يجب عليهم أن يحسنوا من الأداء ليناسب مثل هذا التنظيم. وبدنيا أعتقد أنهم يجب عليهم أن يتطوروا أكثر، ولكن كأول مرة كتنظيم ولعب في مثل هذه البطولات، فأعتقد أن إجمالا أنهم سيتحسنوا في المستقبل. توماس بيرتهول طبعا الدولي الألماني المتوج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 90 ونجم بايرن ميونخ وروما، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك، وأتمنى طبعا في ختام لقائي بيك أنه يبقى في توفيق لمنتخب ألمانيا، بالتأكيد واحد من المنتخبات الكبيرة حتى لو عانى على مستوى النتائج والأداء في بداية مشواره في كأس العالم، لكن ننتظر ألمانيا بداية من دور 16 ورهاني أن هم هيقدروا يتفوقوا ويتأهلوا على حساب كوستاريكا، لأنه مش طبيعي أنه كأس العالم طبعا كل حاجة واردة في كرة القدم، لكن في النهاية أنت محتاج الصدمات اللي على أعلى مستوى، محتاج تشوف ألمانيا بتلعب فرنسا وأسبانيا بتلعب الأرجنتين والبرتغال بتلعب البرازيل وهولندا بتلعب بلجيك، يعني في النهاية هي دي اللقاءات اللي بنستنى كأس العالم مرة كل 4 سنين عشان نشوف الصدمات اللي بتبقى على أعلى مستوى، لكن ده ما ينفيش الحقيقة أن كل المنتخبات الصغيرة خصوصا قدمت مونديال استثنائي، كلهم بلا استثناء، السنغال، سويسرا، كندا اللي خرجت 0 بالنقاط لكن قدمت حقيقة كرة محترمة جدا، صربيا، السعودية، المغرب، كلهم الحقيقة عملوا مونديال أكتر من رائع، ونتمنى الحقيقة أنه المستوى يستمر على نفس السياق لغاية آخر المشوار. فاصل ونرجع لكم في السادسة. يعني هي دقائق أخيرة بتفصلنا عن فوز مهم جدا، ولكن حتى اللحظة هو معنوي، يعني تونس متقدمة على فرنسا بنتيجة 1-0، كان نتيجة الحقيقة كتير مستبعدينها، كانوا الناس شايفة أنه فرنسا بما أنها بطل محتمل للبطولة هيبقى صعب قوي على تونس، وخصوصا بعد التعادل مع الدنمارك والخسارة من أستراليا أنها تكسب فرنسا، لكن عملوها التوانس، عملوها وكسبانين 1، لكن للأسف الناحية التانية كان شرط تأهل تونس أنه مواجهة الدنمارك مع أستراليا تنتهي بالتعادل، للأسف أستراليا متقدمة برضو قبل دقائق من نهاية المباراة، لكن حقيقة يمكن فوز معنوي ومشرف على واحد من أهم وأكبر وأتقل فرق في البطولة منتخب فرنسا، حتى وإن كانت بدأت يعني مش بالسكواد الأساسي، لعيبة كتيرة جدا كان مريحة دي ديشان، لكن في النهاية نتيجة هتتحسب أنه تونس كسبت فرنسا في المونديال، ولو المنتخب الفرنسي توج بالبطولة هيبقى تونس في يوم من الأيام فازت على بطل نسخة كأس العالم 2022. لكن النهاردة كمان عندنا ماتش مهم جدا كلنا مستنينه ورهان كبير جدا على المنتخب السعودي في مواجهة المكسيك، وخصوصا أنه شايف أنه كفة المنتخب السعودي أفضل لو كان في حالته وكان في أعلى نسبة تركيز. هنلم مع حضراتكم سريعا كده كأس العالم، مين تأهل، مين مازال عنده فرصة، ومين خلاص بيركب الطيارة عشان يرجع ويتفرج على أو يتابع البطولة من خلف الشاشات. نرحب الحقيقة بضيوفي في السادسة. كتير على فكرة من الناس بيبقى فيه كده فكرة الدويتوهات، وأنا النهاردة براهن مع حضراتكم على الدويتو اللي معايا، طبعا المتألق دائما واللي بيشرفنا دائما في السادسة خالد عامر. مساء الخير يا خالد. مساء الفل. وبلال محسن دويتو بيظهر لأول مرة صح؟ يس. أول مرة مع بعض، نراهن عليكم النهاردة إن شاء الله. يلا بينا ونعمل حلقة ممتعة للناس. ابتدي مع بلال. بلال شايف ازاي يعني اعتقد خلاص تونس احنا على بعد دقائق من 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 نهايه الجوله الاخيره في دور المجموعات. بالظبط. اعتقد ان حظوظها مع فوز استراليا بقت صعبه جدا، لكن فوز معنوي مهم جدا لاشقائنا التوانسه النهارده على المنتخب الفرنسي.
يمكن زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، احنا تمنينا ان طبعا الفوز النهارده يؤهل المنتخب التونسي للدور القادم، ولكن يعني فوز معنوي طبعا هيبقى في الذاكره انك بتفوز على بطل اخر نسخه لكاس العالم وهو المنتخب الفرنسي اللي عامل ماتشات كويسه جدا من بدايه البطوله. كنا نتمنى المنتخب التونسي يصعد ويحالفه التوفيق طبعا في المباراه الثانيه، مباراه الدنمارك واستراليا. المنتخب الاسترالي بقى الحقيقه هو اللي مفاجاه البطوله طبعا. حتى الان انا قعدت مع ناس كتير واحنا بنتكلم ونحل مجموعات، ما حدش رشح اساسا استراليا يعني ما كانتش داخله في الموضوع يعني أساسي. هو بصراحه مفاجاه البطوله حتى الان صعود المنتخب الاسترالي للدور القادم من البطوله، مفاجاه كبيره جدا خاصه مع منتخب عريق زي منتخب الدنمارك يقدر يفوز عليه النهارده، مفاجاه كبيره جدا. لا وبدايه كمان صعبه، ده ابتدى خساره بالاربعه من فرنسا. المنتخب الفرنسي بيقدر يتجاوز الخساره دي وبيفوز على المنتخب التونسي في الحقيقه في أسوأ مباراه قدمها المنتخب التونسي في البطوله. يمكن منتخب تونس عمل مباراه كويسه امام الدنمارك في افتتاح المجموعه وتعادل، وللاسف قدم مباراه سيئه جدا امام المنتخب الاسترالي، والنهارده يعني بيعمل مباراه زي ما حضرتك قلت فوز معنوي كبير جدا. باد لك للتوانسه لكن يعني في ثانيه النتيجه بتتغير، نتمنى من الدنمارك انها تعمل الاخيره تعمل المفاجاه في المنتخب يا رب. صحيح يا رب صحيح، هتبقى فرحه كبيره جدا لاشقائنا التوانسه، نتمنى لهم ان شاء الله كل خير في الدقائق اللي جايه. المكسيك السعوديه، أنا الحقيقة بعد ما شفت العرض بتاع الأرجنتين، يعني مع السعودية كسبت الأرجنتين، وسيبك من النتيجة الأداء بتاع شكل المنتخب السعودي روحه شخصيته، رهنت عليهم قدام بولندا، يعني حسيت إنها معنويات في السماء، الفوارق مش كبيرة قوي، وشفت إنه لقاء بولندا أكيد هيبقى أسهل، فكانت المفاجأة والصدمة بالخسارة 2. صحيح. حسابات النهاردة إيه بالنسبة للسعودية وتراهن على إيه في مواجهة المنتخب المكسيكي يا خالد؟ طيب خلينا بس الاول قبل ما نروح لرهان النهارده ما بين المكسيك والسعوديه التوقعات او الحاجات اللي انا عايز اتوقعها، خلينا ارجع بس خطوه لورا ما بين السعوديه وبولندا وما بين المكسيك والارجنتين عشان بناء عليه هبني على النهارده. تمام. ايه اللي حصل ما بين السعوديه وبولندا؟ هو انعدام التوفيق. السعوديه لعبت ماتش عظيم جدا، تمام، راحت كتير جدا، ولكن اللي حصل قدامها هو اللي حصل للارجنتين قدام السعوديه. تمام. هو انعدام التوفيق، الارجنتين راحت باكتر من كوره وما قدرتش ان هي تقلب. تشيزني اعتقد في الماتش ده في ماتش بولندا. انا بتكلم على ماتش السعوديه الارجنتين دلوقتي، الارجنتين راحت كتير وعبد الاله العمري مثلا طلع كوره من على خط الجون، محمد العويس تالق جدا، فكان في غياب للتوفيق في مباراه الارجنتين والسعوديه من الارجنتين، فالسعوديه قدرت تكسب. ايوه نفس ده حصل بالظبط في مباراه السعوديه وبولندا، السعوديه راحت اكتر بكتير من بولندا، ولكن بولندا هي بتلعب على لعب نمطي، بتلعب على كوره واحده اللي هي ايه؟ كسر مضادات التسلل عبر بيوتر زيلينسكي، كوره ممرره في نص الملعب او في قلب الملعب لليفاندوفسكي. ايوه قدر ان هو يعدي من العويس ويرجعها تاني لزيلينسكي عشان خاطر يدخل الجون. فهو بتلعب على لعبه واحده اللي هي كسر مضادات التسلل عشان الانفراد بحارس المرمى، وقابلها ده سوء حظ كبير جدا من جانب المنتخب السعودي. لو رحنا الناحيه الثانيه، ارجنتين مكسيك، مكسيك لعبت 3-5-2 بعد ما كانت بتلعب 4-3-3، لعبت 3-5-2 باغلاق المساحات في النصف الاول من الملعب والتحولات الهجوميه. المنتخب الارجنتيني فضل ذكي ان هو بيحافظ على الكوره اكتر وقت ممكن. الشوط الثاني المخزون البدري نزل شويه عند المكسيك، فحتى ما بقاش قادر انه يعمل التحولات الهجوميه، وبالتالي بدا دفاع الارجنتين يتقدم شويه شويه عشان يعمل الزياده العدديه في نص ملعب المكسيك. الزياده العدديه دي خلت المكسيك في لحظه يتلخبطوا مش عارفين يمسكوا مين ويسيبوا مين، ميسي غفل المدافع اللي معاه، رجع خطوه لورا استلم الكوره شاط عشان فكره المخزون البدني. اللي انا براهن عليه بقى، انا كنت بقول ده كله ليه؟ اللي انا براهن عليه انه السعوديه لازم تلعب على المخزون البدني، ان هي تحاول تتعب المكسيك بقدر المستطاع الشوط الاول، الشوط الثاني تبدا تعمل الزيادات العدديه، تعمل نفس ما عمل الارجنتين قدام المكسيك في المباراه اللي فاتت، تبدا تعمل الزيادات العدديه في نص الملعب مع شرط
انه اي مكان اللي هتتاح ليه الفرصه المباريات دي بتبقى ماتش الفرصه الواحده بالظبط كده. طيب خليني اروح مع بلال لتاريخ المواجهات تشوف كده السعوديه والمكسيك عاملين ايه مع بعض. يعني طبعا للاسف تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي كله في صالح منتخب المكسيك، كانوا تواجهوا 5 مرات، 4 مرات قدر المنتخب المكسيكي يفوز على المنتخب السعودي، وفي منهم نتيجتين كان 5-0 و5-1 طبعا في كاس القارات اللي احنا كنا شاركنا فيه سنه 99، وتعادل وحيد جمع نتائج المنتخبين. بس خليني اقول حاجات كتير جدا اتغيرت، والحسابات في مواجهه النهارده مالهاش علاقه بالتاريخ الى حد كبير. يعني البطوله دي يا استاذ احمد بتورينا حاجات كتير قوي عن يعني تغيرات كتير جدا حصلت عن البطولات السابقه. يعني احنا شفنا كوستاريكا مثلا بتخسر بال7 في المباراه الاولى وبتقدر تتجاوز الخساره وبتفوز على اليابان. كمان ايران فاز اليابان اللي كسبت المانيا بالظبط. المنتخب ايران بعد ما خسر 6 امام انجلترا عاد وقدر يفوز على منتخب ويلز. لا البطوله ديت بطوله المفاجآت، بطوله المنتخبات الصغيره قادره تعمل نتائج كبيره جدا، او بلاش المنتخبات الصغيره، المنتخبات اللي هي ما كانش ليها تاريخ كبير في البطولات دي تقدر يعني تقدر فرصه كبيره جدا عندها البطوله دي انها تقدر تصنع تاريخ لنفسها، زي ما شفنا السعوديه كتبت تاريخ بالفعل بالفوز على الارجنتين النهارده. تونس رغم ان الفوز معنوي بتكتب تاريخ بالفوز على المنتخب الفرنسي بطل اخر نسخه كاس عالم. كمان النهارده بقى بتاكد التاريخ. يعني يمكن هيرفي رينار قال جمله جميله جدا في المؤتمر الصحفي بالامس، قال للاعيبه المنتخب السعودي الجيل الحالي من اللاعبين الجمهور السعودي بيحبوا وبيتابعوا وبيدعموا، بس انا اتمنى منكم ان الجمهور يفضل فاكركم في التاريخ، تعملوا حاجة تاريخية يفضل يتذكرها الجمهور بعيدا عن يعني التمثيل المشرف ده حصل. هو في حاجة تاريخية أكتر من مكسب الأرجنتين؟ ما الصعود بقى هيبقى الصعود. بلال احنا عايشين على التعادل مع هولندا سنة 90 بالظبط بالظبط بالظبط. يعني أفضل نتيجة لمنتخب عربي عامة في كل بطولات. لا بصراحة لا ما انساش برضه، يعني طبعا كأس العالم غير، طبعا كأس العالم غير أكيد. لكن ما انساش إيطاليا والبرازيل، حتى خسارة البرازيل المصريين الحقيقة اتبسطوا في طبعا يعني في نتائج كده تاريخيه، لكن كاس العالم غير برضه. اكيد لا اهم محفل دولي يا استاذ احمد، يعني يمكن بننتظر العالم كله كل 4 سنوات، فالناس كلها والتركيز كله بيبقى منصب على البطوله دي. المتابعات مفيش حدث على اي مستوى، سياسي ولا اقتصادي ولا بيئي ولا سياحي ولا اي حاجه في الدنيا، بيبقى عليه الكوكب بيلتف حوله زي بطوله كاس العالم. بالظبط بالظبط صح ولا لا؟ لا طبعا دي حقيقه اهم حدث، ويمكن احنا بنشوف اللاعبين اللي ما بيتمكنوش من الصعود لكاس العالم تبقى حصره كبيره جدا وحزن كبير جدا، على انه هم ما اتكتبش في مسيرتهم. خد بالك برضو هو كل لعيب في الملعب بيقعد كام سنه في الملاعب عشان يحضر كام نسخه كاس العالم. يعني بالزبط. انت لو خبطت في واحد ولا اثنين ده يبقى شيء، وده بقى ده سبب يعني ده سبب ممكن حزن بعض المصريين او الكثير من المصريين، ان محمد صلاح تمكن من المشاركه مره واحده، وكان كنا نامل ان يكون صلاح دي تاني مشاركه ليه، ولكن ما حصلش نصيب. يعني دلوقتي بقى طيب هي استراليا خلصت خلاص. هي استراليا خلصت 1-0 في ايا كانت النتيجه، لكن جريزمان طبعا حقق التعادل لفرنسا في الثواني الاخيره في وقت من في وقت صعب، المباراه صعبه جدا. يعني هو على فكره ديشان نزل التقال، يعني بعد ما تونس تقدمت مبابي وعثمان ديمبلي وجريزمان وجريزمان منتخب يعني تاني كان على منتخب تاني على دكه البدلاء. طبعا هو بيدي الفرصه للوجوه اللي هي مش هيبقى عندها نصيب انها تشارك في اوقات كتيره في المباريات، وتعادل يعني بس افضل من الخساره. يعني افضل من الخساره هارد لك يعني هارد لك للتوانسه. انا اعيب عليهم بس وعلى القدري تحديدا في البطوله انه جه متاخر شويه، يعني كان الروح والحاله اللي شفناها النهارده من ماتش فرنسا من اوله كنت اتمنى اشوفها بدري شويه مع استراليا ومع الدنمارك، كنت شايف التوانسه ممكن يعملوا حاجه احسن. هو ما جاش اصلا، لا متاخر ولا بتاع، حتى في ماتش النهارده اللي بيتقدم فيه وبيلعب جيم عظيم جدا مستغل في ده انه فرنسا بتلعب بالسكواد الثاني. بس النهارده الطريقه والشكل والروح والتغييرات اللي عاملها عامله فرق مع المنتخب جدا. عمل ايه في التغييرات؟ لما جه ينزل عصام الجبالي بدل ما يطلع انيس راح مطلع وهاب الخزري، ومنزل وهاب الخزري في البدايه كمهاجم صريح، وهو ما بيلعبش كمهاجم صريح، وزنه زايد شويه، هو مميز اكتر في البلاي ميكنج. فبدل ما ينزل قدامه عصام الجبالي او طه ياسين الخنيسي كمهاجم ويرجع وهاب الخزري ورا كصانع لعب جنب محمد علي بن رمضان، راح مطلع وهاب الخزري بره.
شايفين بمجرد وائل الخزري ما طلع الربع ساعه الاخيره بس هو منتخب فرنسا ده لا هو كان لعبه في نص الملعب ولا لياقته ولا سنه ولا وزنه يسمحوا له بصراحه باكتر من كده. كتر خيره جدا الراجل عامل مجهود سوبر يعني ده وهبي وهبي ما انت كمان حاطه في مكان يعني بتستنزفه اكتر جدا. وانا اعتقد ان هو خرج مصاب كمان يعني وهاب الخزري بعد الهدف كان بيعرض كده في الكاميرا جت عليه كان تقريبا في الاحتفال كره الهدف نفسها فيها احتكاك وبعد كمان في الاحتفال فما كانش قادر يمشي فخرجوا المدرب على طول. طيب خلينا نستعرض خريطه كاس العالم، مين وصل، مين لسه محتفظ بامل وفرصه، مين خرج وودع البطوله، بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع خالد وبلال. طب خلينا ناخدها قبل الفاصل، ايه رايكم؟ يلا بينا ماشي تمام. يلا هو في برضه لازم نقول للساده المشاهدين انه في فار تشيك على الجون بتاع فرنسا فممكن لسه مش عارفين نتحسب ولا بس خلاص هي كده كده في جميع كده كده خلاص استراليا بس احنا بنتكلم على الفوز المعنوي اول حاجه جلت منا هي استراليا جلت من العالم كله نروح طبعا. طيب اللي احنا شايفينه على الشاشه بالاخضر ده هو الفرق اللي تاهلت بالفعل بصرف النظر حتى عن الجولة الثالثة واللي بالأحمر ده خرج وودع وبالجري ده المنتخبات اللي لسه ما زالت متمسكة بأملها في يعني استمرار في البطولة لسه يعني فضل يعني يمكن من المجموعة الأولى تأهل بالأمس المنتخب الهولندي كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط يليه المنتخب السنغالي في المركز الثاني بست نقاط. في المجموعة الثانية تأهل المنتخب الإنجليزي أيضا كأول للمجموعة برصيد هدف فرنسا اتلغى بس طيب كويس لغة. كويس فوز معنوي زي ما حضرتك هدف استراليا كمان ينفع والله يعني والله يمشي يعني يبقى هدف وعليه هدف. المجموعة الثانية تأهل المنتخب الإنجليزي كمتصدر للمجموعة يليه المنتخب الأمريكي في المركز كده هولندا في الولايات المتحده هولندا امريكا سنغال انجلترا والسنغال بالظبط صعب قوي مين هولندا امريكا هولندا انجلترا السنغال انجلترا السنغال انجلترا بس يعني السنغال وارد تعمل مفاجاه في حاله واحده بس لو ضيقت المساحات على المنتخب الانجليزي لان المنتخب الانجليزي لما بتقف له صح وبتقف بتقفل عليه المساحات بيبقى زيرو حلول فيعني يعني 55% للتاريخ 45% للتاريخ ايوه السنغال هتعملها قدام انجلترا اوكي انا قلت انجلترا واحتماليه مفاجاه كبيره من السنغال ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ها الفاصل ولا نكمل فاصل مكملين يلا شوف نكمل هو بس بخصوص انجلترا يعني السنغال عطفا على الموضوع ده هم بس ايه يخلصوا من فودن وبيلينجهام في نص الملعب هيكسبوا سهل. فعلا فودن مش طبيعي وبيلينجهام بينقل الكوره كانه عارف انت بتقول على السنغاليين السنغال تخلص انجلترا تخلص من فودن وتخلص من بيلينجهام في نص الملعب حبيبي يعني فودن جامد فودن جامد وبيلينجهام بقول لك بيطلع الكوره من رجله سهله طبعا ده طاير في الميركاتو اللي جاي ده لا ده خناقه ليفربول ريال مدريد اللي جايه يعني حاجه طبعا. طيب نكمل معاكم طب دول اللي اتحسموا الاولى والثانيه انتهت المباراة فوز تونس على فرنسا 1-0 للأسف لم يشفع عليها الفوز ده للأسف. إنها تكمل في البطولة لكن في النهاية إنك تطلع من كأس العالم فايز على البطل أو حامل اللقب يعني أعتقد ده مكسب كبير جدا للكرة التونسية ويحسب لسكواد اللي لعب مباراة النهاردة إنه قدر يحقق فوز تاريخي طبعا تاريخي بكل ما تحمله كما معني حتى ولم يؤدي طبعا لتأهل تونس. وعايزين بقى نقول ان علي معلول بقى وشه حلو النهارده على المنتخب التونسي النهارده المباراة. كبيره جدا يعني مع المنتخب النهارده اولى مشاركاته للاسف يعني كان الجمهور كله بيتساءل عن سبب غيابه النهارده معلول بيرد وبيثبت ان هو لاعب كبير وقادر على المشاركه في اهم المباريات. صحيح. اكمل معاكم بس سريعا عشان لنا ارقام احصائيات كتير جدا لو تلعبوا لنا بعد الفاصل طب المره دي بقى بعد الفاصل فاصل ونرجع لكم. داخلين على يعني سميها كده معركه تكسير العظام يعني من دور ال 16 تبدا بقى مواجهات الثقيله وخصوصا مع فكره النوك اوت انه ما فيش فرصه عندك كمنتخب انك تعوض فبالتالي كل منتخب هيظهر بكامل امكانياته ويظهر بوجهه الحقيقي فبالتالي نتوقع صدمات قويه جدا في 8 مباريات منتظره مين تاهل ليها ومين لم يتاهل ومين ما زال محافظ على فرصه ده اللي كنا بنتكلم فيه خلصنا المجموعه الاولى والثانيه مع خالد وبلال قبل الفاصل تعالوا نكمل بقيه المجموعات سريعا عشان عندنا شويه ارقام لطيفه جدا متعلقه بالبطوله نروح للمجموعه الثالثه
المجموعه الثالثه اللي هي المجموعه اللي هتبدا ارجنتينا مكسيكو السعوديه وبولندا او بولندا يعني مفيش ولا واحد تاهل فيهم الاربع منتخبات عندهم مفيش ولا واحد تاهل ومفيش ولا واحد خرج مجموعه معقده جدا الاقرب عايز اقول الارجنتين لازم بصراحه تكمل في كاس العالم ونتمنى السعوديه ان شاء الله خالد سيم كيس ارجنتين والسعوديه ان شاء الله طيب المجموعه الرابعه عندنا بعد كده طبعا الدنمارك واستراليا وفرنسا اللي تاهلت بالفعل كده خلاص بعد خلاص فرنسا واستراليا دول فرنسا واستراليا وتونس ودنمارك وضعوا البطوله بعد كده كوستاريكا المانيا اليابان واسبانيا الاربعه ما زالوا بيحتفظوا بفرصهم في البطوله بلجيكا ما زالت محتفظه بفرصها كندا ودعت فاضل كرواتيا وموروكو عندها او المغرب طبعا عندها فرصه انها تتصدى تصعد مباراه مع كندا يعني اللي ودعت البطوله بالظبط يعني هي مباراه يعني حاجه سلاح ذو حدين ان المنتخب الكندي ممكن يدخل متحرر من الضغوط المغرب يحرج المنتخب المغرب يعني ان شاء الله لو كسبت ضمن التاهل في الصداره مين معاها بقى كرواتيا اعتقد كرواتيا ولا بلجيكا لا كرواتيا طبعا كرواتيا ده نهايه جيل حزين المنتخب ده نهايه جيل بائس مش حزين انا قلت لحضرتك في الحلقه الاولى لما كنا بنتكلم قبل البطوله ان المنتخب البلجيكي ما بقاش او مش هيقدم العرض اللي الناس منتظره لانه ما فيش تجديد على مستوى العناصر تماما في اخر ست سنوات تحديدا صحيح يعني. صحيح لكنه كان جيل عنده فرصه انه يكون جيل ذهبي في الكره البلجيكيه بالظبط نروح بعد كده برازيل ضمنت التاهل معاها كاميرون صربيا وسويسرا والثلاث منتخبات ما زال عندهم فرصه اللقاء اللي جاي كاميرون في برازيل وصربيا في سويسرا برازيل سويسرا برازيل سويسرا كاميرون كاميرون والبرازيل الماتش اللي جاي كاميرون محتاجه تكسب كاميرون محتاجه تكسب والاثنين التانيين بالظبط اعتقد انه سويسرا بس انا اتمنى الكاميرون طبعا ودولت منرفزني او برضه زي تونس انت على صربيا صح لا طبعا امال مين انا قلت صربيا تطلع من الدور الاول فعلا اوكي طيب كما قلت برازيل ومين الاقرب سويسرا اتمنى الكاميرون طبعا طيب اوكي بعد كده غانا اللي قدمت عرض قوي جدا قدام كوريا الحقيقه فكرتنا بالبلاك ستارز بتوع زمان غانا معاها البرتغال او البرتغال تاهلت بالفعل وكوريا الجنوبيه والاوروغواي غانا كوريا الجنوبيه اوروغواي الثلاثه ما زالوا هتبقى موقعه كبيره جدا وصعبه جدا موقعه غانا واوروغواي بذكريات ماتش سكادودا 2010 بذكريات 2010 والكره اللي منعها لويس سواريز من على خط المرمى اللي حرمت المنتخب الغاني وقتها من الوصول لاول مره في تاريخ المنتخبات الافريقيه للدور قبل النهائي فحتى كل التصريحات اللي خارجه من منتخب غانا ان احنا هنحرم اوروغواي من الوصول حتى حتى لو انا ما عنديش مشكله اخرج بس انا همنع اوروغواي انا جاي لك انت ما هي لك كاس العالم عندما تعطيك الحياه فرصه للصقر والله فرصه بس انا هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه انا ما كنتش مراهن على غانا من افريقيا ولا اي حد كنت مراهن على المغرب والسنغال لكن الغانا غانا اقنعتني جدا حتى في المباراه اللي خسرتها قدام البرتغال 3-2 عملت مباراه كبيره كمان قدام كوريا وقدرت يعني حسيت انه لا ده فريق عنده كوره وعنده عندهم مجموعه لاعبين كمان مميزين جدا في المناطق الاماميه يعني محمد قندوز ده واحد من افضل اللاعبين اللي هيبقوا على الصعيد العالمي في الفتره الجايه هيبقوا في الميلان ده خالد ما يخسرش والله لا بس هو عليه طلب لعيب كويس جدا لعيب مميز جدا ولعيب واعد وكمان عندهم ويليامز وعندهم اندري ايو يعني مجموعه لاعبين في المناطق الاماميه زي ما حضرتك قلت فاجئوا البرتغال بهدفين وثلاث اهداف امام المنتخب الكوري فان شاء الله يبقى ليهم نصيب المباراه الاخيره ويصعدوا صحيح انا بس عندي مشكله في الشخصيه غانا والكاميرون المغرب الوحيده اللي قدرت تتجاوز ما بتكلمش طبعا على الدول كلها بتكلم على الدول الافريقيه السعوديه عندها شخصيه كويسه جدا في الماتشين الكاميرون تعادل مخيب جدا للامال قدام صربيا عشان دفاع صربيا وحش ومنتخب صربيا وحش تتقدم 1-0 تخسر 3-1 وبعدين تبدا انت تحارب عشان ترجع ل 3-3 ده شيء مخيب جدا للامال غانا نفس القصه غانا لولا ان هي ما امنتش بقدراتها في المباراه الاولى كانت ممكن تكسب على فكره فكره في الموضوع كمان ادوا المدير الفني الغاني انا عندي مشكله في موضه طالعه في المونديال ده هو الديفندر اللي بيلعب مساك او بيلعب سيرد باك شايفين رودري بيعملها حلو مع منتخب اسبانيا لان هو عايز يلعب لويس انريكي عايز يلعب بمنظومه لعب من ورا لقدام او بيلد اب يعني
رودري في مانشستر سيتي بيعملها كويس قوي، جون ستونز مش محتاج منتخب انجلترا يعملها لان عنده جون ستونز بيعملها كويس برده مع مانشستر سيتي. شايفين دانيال بيريرا مع دانيالو بيريرا مع البرتغال، بس دانيال امارتي مع منتخب غانا مش هيعرف يعمل الكلام ده. لا هو مميز على الجانب الدفاعي، مميز على الجانب الدفاعي في نص الملعب لان هو صداده كويسه، بس ما فيهمش تمركزات وكشف اوفسايد والكلام اللي المدافعين بيتميزوا بيه، هو مش مميز. وهو مش عبقري يعني في الخروج من ورا لقدام بالكوره، يعني هو مش فلتة عصره واوانه في الباس الشورت باس اللي يعرف يعمل بيه بيلد اب. فكان اختيار دانيال امارتي في خط دفاع غانا كارثي من وجهه نظر كارثي. مع انه هو كويس في خط النص لو لعب جنب توماس بارتي وجنب محمد قدوس، خط وسط غانا متقفل. صحيح، فاهم قصدي؟ من ارقامنا برضو المهمه جدا واحنا بنتكلم على المغرب، انه 14 لاعب من سكواد المنتخب المغربي من مواليد اوروبا، ودي نقطه في منتهى الاهميه. احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا ان في لعيبه كتير قوي مصريه جيل تاني وجيل تالت موجودين في اوروبا وبيلعبوا في انديه اوروبيه، واتمنى انه يمكن شفنا فيهم صلاح باشا مثلا في المنتخب الاولمبي بيلعب في اودينيزي اعتقد الايطالي، صح؟ لو صلاح باشا في اودينيزي في اودينيزي الايطالي، وقدمنا احنا الحقيقه هنا في السادسه يمكن حوالي 10 او 12 اسم لاعبين موجودين في ملعب اوروبا، اتمنى انه يستفيد بيهم المنتخبات الوطنيه المختلفه. طيب نروح بقى لعدد الدقائق، دي احصائيه مهمه جدا، عدد الدقائق اللي لعبتها المنتخبات افراد سكواد المنتخبات اللي بتشارك في المونديال، ونشوف دي حاجه يمكن ليها علاقه بمعدل الانسجام، التناغم، فكره شخصيه الفريق، التيم ورك بصرف النظر عن العناصر المميزه فيه او اسماء الافراد اللي موجوده فيه، لكن فكره لعبوا مع بعض قد ايه، كام دقيقه. ودي ممكن نربطها كمان بمستويات المنتخبات المشاركه اللي تاهلت او اللي خرجت في البطوله. بلال نبتدي ب المجموعه الاولى. طبعا المجموعه الاولى المنتخب الهولندي لعب 119 الف دقيقه سكواد المنتخب منذ يعني الموسم الماضي والجزء اللي اتلعب من السيزون دوت. بالظبط 119 الف دقيقه. هنجد عندنا يعني نتكلم من غير ترتيب، نتكلم بالارقام الاعلى. عندنا اعلى منتخبين منتخب البرازيل ومنتخب البرتغال لعبوا. لا بس انا هنا بس في المجموعه الاولى انا عايز نقف في مقارنه بين منتخب هولندا منتخب قطر. هي الكارثه بقى في منتخب قطر ان السكواد تقريبا ضعف يعني 68 الف دقيقه، وده يمكن خطا قاتل وقع فيه فيليكس سانشيز لما اعلن عن اختيار السكواد بتاع منتخب قطر وخده وسمح ان الدوري القطري يتم استكماله وياخد هو واللعيبه دي ما تلعبش في الدوري، وخدهم وراح عمل بيهم معسكر في اوروبا لدرجه ان هو وصل البطوله بعد منتخبات معاه في المجموعه. يعني حتى احنا كان معمول في كوميك كده اللي هو منتخب قطر يصل الى قطر للمشاركه في كاس العالم. فيعني بصراحه رغم ان مشروع فيليكس سانشيز اخذ اكتر من 10 سنين في المنتخب القطري وكان عامل اداء وشخصيه كبيره في بطوله اسيا والكل كان بينتظر منه اداء مغاير للي ظهر عليه في بطوله كاس العالم، ولكن النقطه ديت من اسباب طبعا الصوره او الحاله اللي ظهر عليها منتخب قطر. صحيح. نروح لجروب بي، انجلترا امريكا. خالد امريكا 107 انجلترا 127 الف، امريكا 107 الف، ويلز 97 الف، وايران 83 الف. وده يبدو منطقي الى حد كبير لانه النقطه برضو الاضافيه، باكد على كل كلام بلال، بس النقطه الاضافيه انه خلي بالك ان المنتخبات الاوروبيه عندها بطوله زياده عن باقي المنتخبات في العالم فبتدي لهم عدد دقائق اكتر، اللي هي بطولة دوري الأمم الأوروبية. دوري الأمم الأوروبية طبعا الدوري الإنجليزي أطول مثلا من الدوري القطري، أطول من الدوري الإيراني، ده 38 أسبوع وده 24 طبعًا. أسبوع طبعًا. فبيدي لهم عدد دقائق إضافية، بالإضافة لأن كمنتخبات بطولة الدوري الأمم الأوروبية بتتيح للعيبة احتكاك أكتر وعدد دقائق أكتر لعب، فبالتالي ده ترتيب منطقي جدا إنه تلاقي إنجلترا 127 ألف في صدارة المجموعة والأخير إيران 83 ألف، منطقي جدا. جروب سي يا بلال؟ جروب سي اللي فيه طبعا منتخب المكسيك والارجنتين وبولندا والسعوديه. المكسيك دي مفاجاه بالنسبه لي ان سكواد المكسيك تمكن من المشاركه 132 الف دقيقه او لعب 132 الف دقيقه الموسم الماضي والجزء اللي اتلعب من السيزون دوت، يليه منتخب الارجنتين 118 الف دقيقه، بولندا 101 الف، وفي المؤخره طبعا منتخب السعودي 78 الف دقيقه. جروب دي خالد
فرنسا 128,000. المكسيك معانا ريكورد لغايه دلوقتي هي نمره واحد. بس هنكمل المكسيك. ريكورد هيطلع في الاخر رقم ثلاثه. بس المكسيك بعد بعد هتطلع رقم ثلاثه هنوصل له لسه بقى لما يجي لهم. فرنسا 128,000، الدنمارك 96,000، تونس 91,000، واستراليا 91,000. جروب اي المانيا واسبانيا واليابان وكوستاريكا. في الصداره طبعا منتخب المانيا 123,000 دقيقه، المنتخب الاسباني لعب 122,000 دقيقه، والمركز الثالث اليابان 115,000، وكوستاريكا في المركز الرابع 110,000 دقيقه شاركوا فيه. تمام. جروب اف، جروب اف كرواتيا 124، بلجيكا 120، كندا 108، المغرب 103. يعني اعلى منتخب من بتوعنا لغايه دلوقتي المنتخب المغربي. المغربي طبعا، لان هم كلهم محترفين في اوروبا. والمجموعتين دول اي واف يمكن اكتر مجموعه فيها الى حد كبير تقارب في عدد دقائق اللعب. صحيح. بين كل المجموعات. جروب جي، جروب جي البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون. البرازيل بتاتي في المقدمه 135,000 دقيقه، تسحب البساط من المكسيك وتبقى نمره واحد على مستوى المنتخبات. تمام حتى الان. وصربيا 108,000 دقيقه، وسويسرا 106,000 دقيقه، والكاميرون في المركز الرابع 90,000 دقيقه. نختم بجروب اتش. البرتغال 135، دي متساويه مع البرازيل. كوريا الجنوبيه 127,000، والأوروغواي 110,000، متساوية مع كوستاريكا اللي كانت في جروب اي. آخر فرقة غانا 91. غانا 91. 91,000 دقيقة لعبها سكواد المنتخب متساوية مع تونس وأستراليا على مدار السيزونز اللي فاتت. طيب هروح للتنظيم الحقيقة، وهنا في نقطتين حابب أتكلم معكم فيهم. الاستادات، وفكرة أنه الاستادات دي بعد البطولة معظمها يعني هيبقى ريسايكلينج، سيتم اعاده توظيفه او استخدامه بشكل اشكال، او هيتم تفكيكه بشكل كامل. رايكم في ده ايه؟ وكمان من ناحيه تنظيميه، اعداد الجماهير اللي شاركت في المونديال ده، حضرت المونديال ده مقارنه بكؤوس العالم السابقه. النسخ يعني يمكن المونديال ده، المونديال الحالي هو حتى الان اعلى نسبه حضور جماهيري مقارنه بالادوار اللي اتلعبت حتى الان بالمونديالات اللي قبل كده. يعني حضور، نسبه الحضور الجماهيري في مباراه وصلت ل 94,000 متفرج، مباراه المكسيك والارجنتين كانت 90,000، فالحضور الجماهيري كبير جدا. لان طبعا حضرتك عارف، بالاضافه ان جمهور المنتخبات ده بيجي من بره يدعم او يساند فريقه، كمان جمهور المنطقه العربيه من كل البلدان طبعًا حريص جدا على حضور المباراه دي، لانها فرصه. بالظبط، فرصه. انا يعني لما كنا بنتابع منتخب مصر في روسيا، كنت بسمع ناس بتسافر بثلاث ايام عشان تتحرك من ملعب لملعب تاني، تاخد رحله ممكن تقعد 24 و36 ساعه وحاجات كده. دلوقتي بقى طبعا حاجه بتدخل وبترجع في نفس اليوم، والموضوع سهل جدا هناك. قطر مسهله ال 45 دقيقه ما بين ابعد ملعب وابعد ملعب، وفي ناس بتحضر ماتشين في نفس اليوم. يعني في ناس بتتفرج على مباراه وتخلصها تروح تحضر مباراه ثانيه. انفانتينو النهارده وامبارح حضر شوط اول في ماتش وشوط ثاني في ماتش ثاني. طبعا دي اجمالا عدد المشاركه او عدد الحضور الجماهيري في النسخ كؤوس العالم المختلفه. في الصداره حتى اللحظه مونديال امريكا، الولايات المتحده الامريكيه 94 طبعا، شاهدوا من داخل الملعب 3.75، يعني 4 مليون الا ربع مليون مشجع. 2014 كان 3.44 او 3.44% مليون مشجع. 2006 كان في المركز الثالث 3.36 مليون مشجع. مبيعات المونديال السنه دي حتى اللحظه وصلت ل 2.95 مليون تذكره، وبالتالي بعيد برضو بس يحسب لقطر الحقيقه البنيه التحتيه الرائعه. للاسف طبعا مفهوم ان قطر دوله يعني مش كبيره، المنافسات فيها والبطولات والتعداد ما يسمحش بوجود 8 استادات، فبرضو كانت فكره كويسه ان هم يعيدوا استخدام يعني احنا طبعا عرفنا ان في بعض الملاعب زي ما حضرتك قلت كده هتفكك وتنتقل لدول افريقيه طبعا ما عندهاش الامكانيات ان هي تعمل ملاعب زي ده، ابرزهم استاد 974 اللي معمول طبعا بالكونتينرز كله، هيتفكك بعد نهايه البطوله وهيروح دوله افريقيه. كمان في اجزاء من ملاعب اخرى هيتم تفكيكها، ويعني تخفيض اعداد الجمهور، لان طبعا احنا في الوقت الحالي بنحتاج ان الملاعب يبقى زي ما قلت حضرتك 80 و90,000 متفرج بعد كاس العالم. بالظبط، هو ده الماكسيمم بتاع يعني. فهيتم تقليل اعداد من المدرجات، والمدرجات دي هتروح ايضا لدول اخرى يعني. صحيح.
خالد، ميسي ورونالدو اخر مشاركه زعلان جدا طبعا جدا يعني فكره ان احنا يعني خلاص اخر تقريب موست بروبابلي ان هو يبقى اخر بطوله نشوف فيها كاس عالم، نشوف فيها ميسي ورونالدو او نشوف حد في الاثنين، لانه خلاص حتى لو رونالدو كمل ميسي عنده فرصه ان هو يكمل زياده عليه شويه. انا بمناسبه رونالدو هقف هقطعك عشان في خبر النهارده انه الديل اللي بيحصل بين رونالدو والنصر السعودي بيتفنش اوشك في اللمسات الاخيره يعني. صحيح. عرض خيالي، عرض مليون خيالي 200 مليون 200 مليون يورو في السيزون، عقد لمده سنتين. ومن انا سمعت ان هو نص مليار. ما هو 200 مليون 500. في السيزون يعني لو سنتين ونص زي ما بيقول يعني 500 500 بالظبط تقريبا 500. ده رقم طبعا فلكي. بس انا شايف بصراحه انه ما يستاهلش يعني يعني نص مليار ده انا ممكن اجيب بيهم. ما هو هي الفكره يعني مين ده كيليان امبابي يا راجل ما جابش الرقم. ما هي بقى دي الفكره، هل كيليان ايرلينج هالاند ما جابش الارقام، بيلينغهام ما جابش الرقم، اللاعبين دول مش هيقبلوا ان هم يشاركوا في دوريات عربيه في الوقت الحالي. مين الوحيد اللي حالته تسمح ان هو بقيمته طبعا الكبيره والاسطوره يعني كريستيانو رونالدو واحد من اهم اثنين او ثلاث اساطير في عالم كره القدم في تاريخها. فانتقال رونالدو للدوري السعودي مش هيبقى انتقال لاعب، لا ده انتقال قيمه تاريخيه واسطوره كبيره انك تلعب في انفستمنت بقى، بيع تيشيرتات وايفنتات وحاجات. فاكر فلورنتينو بيريز لما كان بيتعاقد عايز يتعاقد مع لاعب فقرر ان هو يتعاقد مع ديفيد باكهام على حساب رونالدينو. فاكر ساعتها هو قال ايه؟ ايه سبب التعاقد؟ قال لك احنا ما تعاقدناش، وانا اسف طبعا على الجمله، ما تعاقدناش مع رونالدينيو بيكوز هيز تو اجلي، هو مش هيبيع لي. أيوه. انا الهدف الاساسي من العمليه دي ان انا ابيع تيشيرتات براندنج بالظبط كده. النصر لما بيجيب كريستيانو رونالدو دلوقتي هو لسه طبعا عنده نفس في الملعب وقادر يلعب، بس رقم واحد طبعا هيأدي طبعا يعني. اكيد طبعا بس رقم واحد هو بيع تيشيرتات. لما بديله 200 مليون وبينقل النصر في حته ثانيه 100% خالص. 100% الدوري السعودي عامه بينقل اهتمام بالظبط كده، الدوري السعودي اهتمام المنطقه كلها بالدوري السعودي هيختلف، اهتمام العالم هيختلف عن كريستيانو رونالدو عن قبله. هل ظهر او هل افرز البطوله لغايه دلوقتي النجوم اللي جايه بعد مرحله كريستيانو وميسي؟ هل في حد ظهر؟ يا سيبك من التقليديين، هتقول لي مثلا كيليان امبابي في فرنسا، ما انا عارف انه كيليان امبابي من قبل كاس العالم، لكن هل ظهر اسماء تشوف انها بوتنشال كبير بعد كاس العالم ان هم يبقوا نجوم كبار؟ او في واحد ظهر من قبل كاس العالم بسنه تقريبا، وبس هو في كاس العالم دلوقتي بدا الناس تشوفه كواحد من البرومسنج ستارز اللي جايين. رافائيل لياو. رافائيل لياو برتغال. بس ما كانش عليه الضجه الجامده قوي دي. دلوقتي العالم كله بيتكلم عن رافائيل لياو، حتى لما بيقعد دكه اللي هو ايه ده، هو ازاي رافائيل لياو بيقعد دكه؟ ما كانش بهذه الدرجه. يعني لما بدانا البطوله ورافائيل لياو قاعد على الدكه ما حدش كان واخد باله. في جواو فيليكس وفي برناردو سيلفا وفي برونو فرنانديز وفي كريستيانو رونالدو، دولت الاهم بالنسبه للناس اللي بتشجع البرتغال او بتحب رونالدو فبالتالي بتشجع البرتغال. رافائيل لياو ما كانش مستحوذ على اهتمام الناس للدرجه دي. بمجرد ما رافائيل لياو ما نزل وغير شكل البرتغال، كانت سيئه جدا في الماتش الاول. رافائيل لياو نزل، هو ماتش غانا باي ذا واي اللي كنت بتكلم عليه من شويه اللي هو فرق الشخصيه. نزل رافائيل لياو، منتخب جاب جون، رافائيل لياو جاب الثالث، ابتسامته العريضه الشهير بيها، اداؤه في الملعب. الماتش الثاني لما ما بداش امام الاورجواي الناس بدات اللي هو ايه ده، هو ازاي رافائيل لياو قاعد على الدكه؟ هو في لعيبه كتير جدا السنه دي، ازاي اللعيبه دي قاعده على الدكه؟ صحيح. لا هو بذكر المواهب الشابه او اللعيبه المتوقع تالقها زي ما قال خالد، يعني معظم اللعيبه اسماء كبار، ولكن طبعا احنا ابرزهم بيلينغهام طبعا، يعني هو حتى الان مقدم الخناقه اللي جايه بالظبط، مقدم مستوى كبير جدا، مستوى يليق بالتوقعات اللي اصلا انت حضرتك قبل البطوله بتحط توقعات على بعض اللاعبين وبتبقى مستني مردودها. فلا بيلينغهام حتى الان عند حسن الظن بيقدم مباريات كبيره. كمان عندنا ديكلان رايس اللي احنا كنا سالنا ديفيد مويس عنه في الحلقه مزبوط. الماضيه، او ديكلان رايس تمكن من حجز مكان اساسي في بس ديكلان رايس اساسي من 2018. هو انا بتكلم ان هو كعنصر شاب بيقدم برضو مستوى يليق بمنافسه كاس العالم. كمان في سانشيز او اللاعب بنفيكا اللي تمكن من احراز الهدف الثاني في مباراه الارجنتين، ده هيبقى لعيب كويس جدا. اللي شارك في الشوط الثاني مباراه الارجنتين والمكسيك واحرز هدف عالمي، ده برضو من ضمن اللعيبه مع محمد قندوس لاعب غانا. في واحد مهم بقى جدا احنا نسيناه، كودي جاكبو. جاكبو طبعا. طبعا كودي جاكبو هولندا. امبارح هولندا بتكسب قطر
كل النجوم الهولنديين طالعين ما بيحتفلوش بالفوز، ما بيحتفلوش باي حاجه تانية، بيحتفلوا بجاكبو. فيرجل فان دايك طالع يتكلم على في التصريحات بتاعته بيقول انه جاكبو مرشح ان هو يبقى السوبر ستار بتاعه الجينيريشن بتاعته وعنده كل المؤهلات اللي تسمح له بده. ممفيس ديباي بيتكلم عن كودي جاكبو ان هو قد ايه بيسهل العمليه في الوصول للجون وبيتمركز بشكل صحيح وعنده قدره على الانهاء. لويس فان جال بعد الماتش بيشيد اشاد بممفيس ديباي على جنب كده ان وجوده مهم للفريق والكلام ده كله، بس السوبر ستار بتاع المنتخب هو كودي جاكبو اللي عنده القدره على انهاء الهجمات. فكودي جاكبو خناقه برضه، لاعب بي اس في ايندهوفن هيتحول لخناقه بكل تاكيد. خناقة. مين اكتر لعيبه ساعدت منتخباتها من وجهه نظركم؟ كودي جاكبو. كنت لسه اقول، كنت لسه هاخد من كلام خالد، جاكبو يعني احرز ثلاث اهداف مهمين جدا، يعني احرز هدف الهدف الاول في مباراه قطر اللي طبعا فتح المباراه، احرز الهدف هدف التعادل في مرمى هولندا، واحرز هدف الاول في مباراه السنغال. انا هستناه من دور ال 16، يعني انا دايما بقيس على منطق برضه قوه صحيح. المنافس الاقصائيات بلا الاقصائيه يعني هولندا شوفها من اسهل المجموعات، هي اسهل مجموعه فعلا اللي موجوده في البطوله، وبالتالي ما اقدرش اقيس على قوه المنتخب الهولندي، وما اقدرش اقيس كمان صحيح. على يعني اللعيبه دي ممكن تظهر ازاي قدام بقى منتخب زي فرنسا، قدام منتخب صحيح. زي البرازيل، قدام منتخب زي الارجنتين. شخصيه بقى، شخصيه المنتخبات الكبيره هتظهر في الادوار الاقصائيه طبعا، لان خروج المغلوب دور خروج المغلوب دايما، يعني زي ما قال فان دايك امبارح كل ظهره للحيطه. بالظبط، البحر من امامكم والعدو من وراءكم وتصرف بقى. المطارات جاهزه في قطر على طول. امبارح برضو كان في ارقام كده، بما اننا بنتكلم على الارقام، منتخب انجلترا في ثلاث ارقام مميزين جدا. رقم واحد، هاري كين هو اول لاعب انجليزي يصنع ثلاث اهداف في مباراه واحده في كاس عالم منذ ديفيد بيكهام 2002. صحيح. انت عايز خلاص خلص. طيب هو في حاجه واحده بس، ماركوس راشفورد من اكتر اللعيبه اللي بتساعد منتخباتها، حقق ارقام قياسيه كتير امبارح، بس الناس بتخش تفرش عليه. فكر راشفورد ده مظلوم، وعمل جيم حلو قوي واحد من اللعيبه المميزه جدا في انجلترا. بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. بلال محسن، خالد عامر، شرفتونا، وبالتاكيد طبعا كل ما البطوله ماشيه ولغايه لما نوصل لاخرها اكيد هنقف مع بطوله مميزه، بنشوفها نسخه مميزه جدا من بطولات كاس العالم، والناس كلها مستمتعه، ونتمنى ان المتعه تطول. قبل ما اختم لازم اقف مع الحاوي بكره ان شاء الله 1 ديسمبر يحتفل بعيد ميلاده، وكل سنه وانت طيب يا وليد. قابلته النهارده الصبح ودردشنا شويه مع بعض، وتوقع وانتظر ان شاء الله باذن الله. على فكره قصه مع وليد، قصه حبي انا شخصيا لوليد، واعتقد انه ده هيتفق معايا في معظم جمهور نادي الاهلي. انا حبي لوليد لاعب حريف وعنده امكانيات عاليه، ما فيش كلام. رصيد من البطولات كبير جدا جدا برضه، ما فيش كلام، وكان ليه دور مهم ودور اساسي في تحقيق الالقاب والبطولات دي للاهلي. انت بتتكلم عن 24 بطوله، في انديه بحالها ما جابتش نص الرقم ده، فمشوار العطاء والنجاح مهم جدا. لكن العلاقه او جزء اساسي من حبي لوليد سليمان ومعظم الاهلاويه هيتفقوا معايا في الكلام ده، هو احساسنا الحقيقي بحبه وانتمائه لينا احنا كجمهور، وحبه وانتمائه للنادي الاهلي. مشواره، مواقفه بتقول كده، عشان كده مكانته غير، عشان كده وليد سليمان يظل في حته تانية. كل سنه وانت طيب يا وليد، مستنيينك في اللي جاي، وباذن الله تكون خطوه موفقه، وباذن الله تكون خطوه ناجحه زي ما تعودنا دايما من الحاوي وليد سليمان. مره تانية كل سنه وانت طيب. بشكركم على المتابعه، بشكر ضيوفي بلال محسن، خالد عامر، شكرا استاذ احمد، ونورتونا الحلقه شرفينا. شكرا. شكرا ان شاء الله باذن الله نتقابل قريب جدا في السادسه. بشكركم على المتابعه، وكل العاملين في السادسه وفريق الاعداد بالكامل بيهني وليد بعيد ميلاده، كل سنه وانت طيب، ويا رب سنه جايه تبقى احلى من كل اللي فات.